مرحبا وحياكم الله. وصفة اليوم هي الكباب المشوي على الطريقة الإيرانية. أول شيء نسويه راح نذوب كمية من الزعفران بتقريبا ربع كوب ماء دافي ونخليه على جهة. هسه راح ننتقل إلى تحضير اللحم. راح نحتاج لحم بقري مفروم أو لحم غنم أو خليط ما بين الاثنين. راح نحتاج واحد توست منقوع بالماء، وراح نحتاج بصلة مبروشة كل زين وذاب بالماء مالتها، وراح نحتاج ملح وفلفل. أول شيء راح نخلي الملح والفلفل، بعدين نضيف التوست المنقوع، وراح نضيف البصل وشوية من منقوع الزعفران. راح نعجن هذه المكونات مع بعضها كل زين إلى أن تتلابس كل المكونات، وبعدين راح نغطيها بالنايلون ونخليها بالثلاجة لمدة ساعتين. وحتى نحضر الرز الإيراني راح نحتاج ماء مغلي وبكمية من الملح. أول ما يغلي هذا الماء راح نضيف له كوبين رز بسمتي مغسول، وبعدين راح نحضر اللي نسميها بالعراقي الحكاكة أو الكريسبي رايس اللي تكون بقاع الجذر. راح نحتاج صفار بيضة، نضيف لها ملعقتين لبن زبادي، ونضيف لها شوية من الزعفران المنقوع ورشة ملح، نخلطهم كل الزين إلى أن يصير المزيج ناعم. ورا ما صار عندنا المزيج بهذا الشكل، راح نضيف له شوية من الرز بعد ما استوى، ننشفهم من الماء زين ونضيف له، وبعدين نخلطه مع هذه الخلطة إلى أن يتلون الرز بهذه الخلطة، ونشوف الخطوة الجاية. بعد ما حضرنا هذا المزيج مع الرز، راح نخلي كمية كافية من الزيت تغطينا قاع الجدر، ونضيف الرز اللي خلطناه بخلطة البيض والزعفران، نخليه بقعر الجدر، ونضيف له الرز الأبيض من فوق. بعدين راح نسوي به فتحات حتى يطلع عندنا البخار، ونضيف المتبقي، نضيف له شوية زيت، وبعدين نضيف له المتبقي من الزعفران. راح نغطيه ونهدره ونبقيه تقريبا 20 دقيقة وبس، خلاص استوى عندنا الرز. وهسه ننتقل إلى اللحمة. اللحم عندنا جاهز، راح نبدي نخليه بالأسياخ ونخليه بصفنا يعني مي بارد. أنا خليت بالعصير مات البصل اللي نزل عندنا من البصل المبروش، وبديت أشيش الكباب. ناخذ كمية بسيطة من اللحم ونخليها بالسيخ، وبعدين نبلل الايدينا ونبدي نشكل بها الى ان تتكون عندنا الشكل اللحم. هسه ننتقل الى شوي اللحم. طبعا نخليه بالشواية وعلى الفحم، وراح نبدي نقلب به الى ان يستوي تماما من الجهتين. طبعا هذا الكباب كلش طيب، ونكهة الزعفران كلش واضحة طبعا، وتعتمد على نوعية الزعفران المستخدمي. وبس هنا قدمته ويا شوية سلطات وفلفل وطماطم مشوية وريحان وبابا غنوج وطرش عراقي. طبعا مستحيل ناكل الكباب بدون الطرش العراقي، وهاي الكريسبي رايس أو الحكاكة اللي نسميها بالعراقي. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة، وألف عافية.